الأوكراني بوريس أونيشينكو، واحد من أشهر الرياضيين، واللي كان بيلعب لصالح الاتحاد السوفيتي وقتها في رياضة الخماسي الحديث. واللي ما يعرفش الرياضة دي فهي عبارة عن خمس رياضات: الفروسية والسباحة والسلاح والرماية والجري. وكان أونيشينكو واحد من أبرز رياضيين اللعبة في فترته. بوريس أونيشينكو لعب 6 بطولات عالم ونجح في تحقيق 11 ميدالية، منهم 5 ميداليات ذهبية، واحدة فردي وأربعة مع الفرق. أما أولمبياً ففي المكسيك 1968، حقق فضية الفرق، وفي ميونخ 1972 حقق ذهبية الفرق وفضية الفردي. وكان حلمه تحقيق ذهبية الفردي عشان يبقى جمع ما بين ذهبية الفردي والفرق في الأولمبيات وبطولة العالم. الرياضة هدفها الأخلاق، لكن في نفس الوقت في اللي بيدوروا ازاي يكسبوا بأي طريقة حتى لو كانت عن طريق الغش. في أولمبياد مونتريال 1976 شارك أونيشينكو مع الاتحاد السوفيتي، وكان بيشتهر ببراعته في رياضة السلاح، لكن واجه مشكلة في الرياضة اللي اتشهر بتميزه فيها، أخفته عن الأنظار بعدها بسبب أكبر فضيحة غش في تاريخ الأولمبياد. لدرجة أن من وقت قريب حاولت الصحف العالمية التواصل معاه، لكن كان رده: آسف، أرفض التعاون معكم، ده جرح مؤلم بالنسبة لي، ولا أريد إزعاج نفسي أو إزعاجكم، ولا أتحدث عن من أكون سواء سيئاً أو جيداً. في الرياضة دي بيكون كل مبارز معاه سلاح بتوصل بدايرة كهربية، بحيث أنه لما يلمس المنافس بقوة معينة تدي إشارة بضوء بلون معين، وبالتالي بتتحسب النقطة. وفي أحد المباريات لأونيشينكو كان بيواجه أدريان باركر، وهنا كان باركر بيشتكي في كل مرة إن سلاح أونيشينكو ما لمسهوش، فإزاي اللمبة بتنور؟ اعتذر أونيشينكو وقال إن سلاحه ممكن يكون فيه مشكلة ورجع، لكن كانت نفس المشكلة بتحصل، لحد ما لعب قدام جيم فوكس المبارز الثاني في فريق بريطانيا، واللي اشتكى إن احتساب نقطة فوز أونيشينكو خطأ لأن السلاح كان بعيد عنه. في الوقت ده كانت الجماهير المتابعة منقسمة بين مؤيدة للفريق البريطاني إن في حاجة غلط في الدائرة الكهربائية، وبين منبهر ببراعة أونيشينكو اللي بخفة وسرعة بيقدر يضرب ضربة مؤثرة تخليه يكسب. قرر منتخب بريطانيا دفع 25 دولار رسوم تقديم احتجاج رسمي والمطالبة بفحص سلاح أونيشينكو. وكانت المفاجأة، اكتشف المسؤولين كسر في عزل مقبض السيف، وفي البداية افتكروا انه مش متعمد، لكن بتفكيك السلاح اكتشفوا زرار في المقبض يسمح لأونيشينكو يخلي لمبة النقط تنور كل ما يدوس عليه حتى لو ما لمسش الخصم. تم استبعاد أونيشينكو من أولمبياد مونتريال بعد اكتشاف حالة الغش، ووصفته الصحافة ببوريس الغشاش. وقيل انه بعد شهرين تم استدعاءه أمام زعيم الاتحاد السوفيتي لتوبيخ شخصي ومنعه من ممارسة الرياضة مدى الحياة مع تجريده من رتبته العسكرية. اختلفت التقارير وقتها كانت بالغش وما تمش اكتشافها، لكن ناس تانية اعترفت ببراعته في رياضة السلاح، وإنه احتمال يكون عمل كده في أولمبياد مونتريال تحديداً لأن حلمه كان الجمع بين ذهبية فردي وفرق الأولمبيات زي ما عمل في بطولة العالم. وحول الغش أونيشينكو من بطل رياضي أقرب ليكون أسطورة في لعبته إلى غشاش يختفي عن الساحة الرياضية نهائياً، ويرتبط اسمه بـ أكبر فضيحة غش أولمبية عبر التاريخ. وزي ما بيقولوا، الطمع قل ما جمع.